حين 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 من حدا حين شنو السبب ديال هذا شنو؟ ابوه ما كاينش شي فورنا اسمنا ولا راه الا شي فور الدار ديالو كاين هنا نقلبوا عليه ما كاينش كيفاش طرا ليه كيفاش طرا ليه والله يا خويا ما عرفت بالله اش علاش العافيه بوحدها اسخن خلاهم ديماري واقيل كان خلاها ديمارا ومشى ماشي نبان لي على الحساب هذا باش غير تعال العافيه بحكا يا ربي عندك يا خويا قلنا شوي قلنا شوي هذاك الله يحفظك هو اللي قال كمان قول واحد شنو مولاه فينا هو ماشي لا خوش العاده ولا هو ما كيسكنش حدا بيه ها مولاه كيسكن حدا بيه سرقه مولاه اه شريك اصحابي ما تعرف يكون ديالو اللي كيشري الشريك دابا ما نمشي لك نعيط عليه هو الشيء اللي كان ديالو ديالو هو ماشي مولاه ترى مشى صافي اول واحد كيشوف الكاميو كان ديماري وما كاينش مولاه وكانش على فيه العافيه قلبنا على شي بوطه باش نطفيو وما كاينه عيطنا للبومبيه حتى جاو هما باش طفاو شنو السبب ما عرفنا السبب ديالو كان ديماري ومولاه ما كاينش كان ديماري ومولاه ما كاينش جا ديماري في حكايه ومشى خلاه ويا تشعل العافيه اب وحده وقيلا ما ديماري على فيه العافيه مشينا كنعيط على السيد كاع ما عارفين سيد شو كان مخلاه شي سخون في علمك والله يا خويا ما عرفتش بالله اش هاد الطريقه اللي سمعنا قال لك خلينا ديما خرجنا من القهوه لقينا يا خويا العافيه راه ما كيفاش قلت لك خرجنا من القهوه لقينا العافيه شاعله مشينا عند الدار ما لقيناهاش قال لك مولا مشيش غدا مولا مشيش غدا داكشي ما دار انا كنت دايز دابا لقيت شي شي من طالع من لي وداكشي العافيه شاعله كانت هذيك اما جاوا ما ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا